من بين 71 دولة حول العالم تعتبر فيها العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية، أكثر من نصفها كانت مستعمرات بريطانية سابقة. الأمر ليس صدفة، لأننا إذا عدنا إلى التاريخ وبحسب المؤرخين، المثلية الجنسية لم تصبح ضمن قائمة المحظورات إلا بعد الاستعمار البريطاني. في هذا الفيديو نطرح السؤال: هل رهاب المثلية تراث أبيض استعماري؟ أولاً، ما هي المثلية الجنسية؟ المثلية الجنسية هي توجه جنسي بالانجذاب الشعوري والجنسي إلى أفراد من نفس الجنس. رهاب المثلية أو الهوموفوبيا هو الخوف الشديد من الأفراد المثليين، ويظهر هذا الرهاب من خلال نشر الكراهية والتمييز ضدهم ضمن العائلة والمجتمع وأماكن العمل، وقد تصل هذه الكراهية أحياناً لاستخدام العنف والقتل. ولكن للمثلية تاريخ طويل ومؤثر في مختلف الحضارات ما قبل الاستعمار الغربي. حتى القرن 19 كانت المثلية الجنسية مقبولة ومعترف بها كجزء أصيل من العلاقات الإنسانية، وكان يتم الحديث عن الحب المثلي بشكل علني، لدرجة أنه كان محور إلهام الشعراء ومن بينهم شعراء عرب. مع سيطرة الاستعمار البريطاني تغيرت الأمور، وتم حظر ووصم الحب من نفس الجنس، وقام المستعمرون البريطانيون البيض بتحريم وتجريم المثلية في الدول التي قاموا باستعمارها. وفي عام 1860 تم سن قانون أخلاقي صارم، حدد هذا القانون أن أي نشاط جنسي ليس من أجل الإنجاب محرماً. في الهند مثلاً يظهر تأثير هذا القانون بوضوح، حيث تم حظر المثلية الجنسية في الهند وباكستان، واعتبر البريطانيون المثليين بأنهم يشكلون تهديداً للسلطة السياسية الاستعمارية، وتم معاقبتهم ومنعهم وتهديدهم وسجنهم. في حديثها في اجتماع لرؤساء حكومات الكومنولث، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي عن أسفها لتاريخ الإمبراطورية البريطانية الطويل من تشريعات رهاب المثلية. الأمر ذاته تكرر في أمريكا الشمالية. لم يقتصر الاستعمار الأوروبي لأمريكا الشمالية على القتل والمجازر والاستيلاء على أراضي السكان الأصليين فحسب، بل عمل المستوطنون على سلب حرياتهم وثقافتهم وتاريخهم. وكانت إحدى هذه الجوانب التي خضعت للتغيير والمحو هو التعبير عن التنوع الجندري. فسكان أمريكا الأصليين مثلاً كانوا يعترفون بخمسة هويات جنسية تشمل الأنثى، الذكر، والعابرين جنسياً، وذو الروحين، والتي تشمل الذكر ذو الروحين والأنثى ذات الروحين. ويأتي مصطلح ذوي الروحين من فكرة أن كل شخص لديه روح ذكر وأنثى داخل جسده. كان ينظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم هبة من الطبيعة، لأنهم يستطيعون رؤية العالم من خلال عيون كلا الجنسين. ولكن كانت هذه أولى الأشياء التي عمل الأوروبيون على تدميرها. مجدداً، دور الاستعمار في تجريم المثلية سابقاً يظهر في حقيقة بسيطة، وهي أن هناك خمس دول مسلمة لا تجرم المثلية الجنسية. كل ما تشترك فيه الدول الخمس هو أنها لم يستعمرها البريطانيون أبداً. البحث في التاريخ هو وسيلة لفهم الحاضر وفهم دور الاستعمار في تغيير نظرتنا لأنفسنا بعد أن فرض سيطرته العسكرية وسلطته الثقافية القمعية ونشر رهاب المثلية في العالم. ولكن اليوم أصبحت هذه الدول الغربية نفسها هي التي تنادي بالتخلص من رهاب المثلية.